كنت عم بشتغل لزبونة وصار أول صوت. سو سادنلي هيك سمعنا شيء فجأة منا طبيعي، صوت وهزة أرضية إذا بدنا. ركزت لبرا بشوف شو فيه، أنا وصلت لبرا وصار الانفجار. طرت، انا بس طرت بطلت واعي، ركبت على الواعي. اول ما فتحنا عيوننا من بعد صوت الانفجار والاحساس اللي حسيناه، بس فتحت عيوني وصرت اشوف حالي انه انا دم وموجوعه من راسي لاجري وما قادره اوقف. صرت عطلانه هم وخايفه اهلي يكونوا خافوا علي او فكروني حتى متل. ما عم بنام، إلي 3 أيام ما عم بنام، كل ما بيجي عم بغمض عيوني عم بتذكر صوت الصبية عم تقلي عبد ارجع لورا. ورغم هيدا وما عم فينا نخفى من ورا الصوت، الأصوات اللي سمعناها، المشاهد اللي سمعناها، مجرد ما غمض عيني أوعى نقزين الصوت بعده براسي. اللي بيقهرك اكثر حكومتنا دريانه فيها لهالمواد قد ايه خطيره وقد ايه مدمره، بس بثلاث ثواني غيروا لنا مصير حياتنا، بثلاث ثواني دمرونا، بثلاث ثواني كانوا